الشرف نترأس اليوم الأخير ديال السنة الدراسية ديال المعهد العالي للدراسات البحرية في الدار البيضاء. هذا المعهد منو تيخرجوا واحد العدد ديال الكفاءات الوطنية في مجال النقل البحري، وهذا المعهد هذا منذ تقريبا أكثر من 40 سنة اليوم تيأهل الموارد البشريه ديال المغرب وديال البلدان الافريقيه الشقيقه. في هذا الباب الشيء اللي تيخلينا كوطن بحري يكون عندنا كفاءات جد مهمه تتساهم لا بالنسبه للقطاع ديال الموانئ على اليابسه ولا بالنسبه لشركه ديال النقل البحري، كانت هذه الشركه ديال النقل البحري مغربيه او دوليه. والاهميه ديال هذا المعهد هذا تتكمن في الدور اللي تيلعبوا كرافعه ديال هذا القطاع، واللي غادي يعني يزيد يتكثر بفعل التوجيهات الساميه ديال سيدي لانسرو، بحيث في الخطاب الاخير ديال المسيره الخضراء ناشدنا نصره الله للتفكير في الأسطول البحري الوطني يكون أسطول قوي وتنافسي، ومن ضمن الرافعات ديال هذا الأسطول تنعولوا بزاف على المعهد. وهذه مناسبة باش نهنيو التلاميذ اللي غادي يخرجوا اليوم والأسر ديالهم، والتوفيق للجميع إن شاء الله في المستقبل. هذه السنة حفل التخرج كان فيه 147 متخرجا من أصل 255 طالبا، هو مجموع طلبة حاليا بالمعهد. عندنا 5 ديال التخصصات إضافة إلى تخصصين كانوا في المعهد لكن تحولا من دبلوم عادي إلى دبلوم المهندس، فالآن عندنا 7 ديال التخصصات، منها تخصص السطح والآلة الميكانيك البحرية، وكذلك الصناعة والصيانة البحرية، والماجستير في إدارة الشؤون البحرية، والماجستير في الهندسة المينائية والبحرية. هادو هما عندنا برنامج أننا إن شاء الله نزيدو واحد جوج ديال الشعب، وأنا كيظهر لي راه قلتهم في الخطاب ديالي، شعبة متعلقة بهندسة السفن، وشعبة ثانية متخصصة في كل ما هو بكالوريوس في الهيدروغرافيا، وهذا مطلب للمنظمة العالمية للهيدروغرافيا على أساس أن المغرب يكون قطب للتكوين في هذا الميدان، وكذلك لمساعدة الدول الإفريقية على تكوين خبراء في ميدان الهيدروغرافيا. أنتم كتعرفوا الأهمية ديال الهيدروغرافيا هي أنها كتساهم في معرفة قاع البحار والديناميكية البحر، وكتساهم في السلامة البحرية ديال السفن. احنا منذ 2018 المعهد حط واحد استراتيجية طموحة تروم أولا تجويد التكوين، وثانيا تنويع عرض التكوين. وانتم شفتوا شحال من شعبة كانت عندنا، كانت عندنا تخصصين فأصبحنا في 7 تخصصات، وإحنا غادي إن شاء الله لتسعة تخصصات. هذا الشيء ما يمكن إلا يواكب الرؤية الملكية في جعل المنطقة الأطلسية للمملكة المغرب الواجهة الأطلسية قطب اقتصادي مهم لإفريقيا في علاقتنا مع إفريقيا، وكذلك في علاقتنا مع أمريكا. والمعهد بما أنه المعهد الوحيد للتكوين في مجال النقل البحري بالمغرب، فهو مستعد بالخبرات ديالو بالكفاءات ديالو أنه يواكب قلبا وقالبا الرؤية الملكية الأطلسية.